يقول السائل: ما رأيكم في من يجمع الطلبة ويأمرهم بحفظ الجمع بين الصحيحين في مدة 5 أيام؟ هذا عبث، هذا من العبث اللي يقولون احفظوا القرآن في مدة شهر، احفظوا الصحيح في مدة كذا، هذا من العبث وتكليف ما لا يطاق. المفروض أنه يعطيهم مدة كافية للحفظ. ثم أيضا ليس المهم هو الحفظ، المهم الفهم، والفهم لا يكون إلا على أيدي أهل العلم، ما يكون بالحفظ فقط. فإذا وجدت عالما تحفظ وتدرس عليه فهذا هو المطلوب. أما إذا لم تجد من العلماء وتريد أنك تحفظ فقط، الحفظ لا يفيدك شيئا. نعم.